عدل مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق، وانتهت المباراة الثالثة لهذا اليوم. والحقيقة عدد كبير من المفاجآت في اليوم الأول والثاني والثالث حتى الآن. كابتن حشيش، منتخب مصر وتعادل غريب مريب بهدف لكل فريق. خلينا نتفق بس في البداية كده، ناخد بشكل عام من حضراتكم يعني كل أو البداية، واحنا زي ما احنا متعودين من حضراتكم دائما احنا بننتقد وبنقول ان في من الناحيه الفنيه طبعا ان في اخطاء وفي كذا وكذا وكذا، ولكن احنا بعيدين تماما عن السخريه والنقد اللاذع والكلام اللي، لانه احنا لسه منتخب مصر. انا بشوف ان منتخب مصر، انا واحد من الناس اللي بشوف ان منتخب مصر قادر وبقوه بعد كل المباريات اللي الواحد شافها، قادر مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده تزود من نفسها وتزيد من اصرارها وعزيمتها، هيكون عندنا شكل اخر. خلينا نتفق في البدايه، ده رايي برضو يا جماعه طبعا. معلش انا اسف. أيوه. لكن كل واحد من حضراتكم له مطلق الحريه في ان هو يقول اللي هو عايزه. خلينا نتفق في البدايه ان طالما الفرص موجوده يبقى الدعم موجود، ومكملين في الدعم مع فرقه منتخب مصر، ومش اول مره منتخب مصر يعني يعمل الفصول الباردة دي من البداية. يعني من لو رجعنا بالتاريخ بقى من زمان، يعني من 86 حتى اللي على أرضنا، يعني برضو نفس القصة مع السنغال طبعا 1-0 وكده. نتكلم يعني على حاجة بعيدة ونتكلم على حاجة قريبة، لسه كانت البطولة اللي فاتت على طول. ولكن هو ده بيقول لك ايه، يعني المباراة السابقة او البطولة السابقة مدرد في الاخر اتغلبت من نيجيريا، تمام. البطولة 86 في الاخر اتغلبت من السنغال، تمام. يعني لكن مش قصدي حاجة، ولكن اقصد ان موزمبيق فريق المنافس، تقصد على المنافس اقل المنافس منك حتى في الناحية التصنيفية. بص، الكرة ما فيهاش برضو منافس كبير ومنافس صغير وبتاع، كرة هي بتعتمد انت حالتك عامله ازاي. نعم. يعني انت حالتك عامله ازاي، انت كويس ولا مش كويس. ما هو ممكن تلعب في اسوأ فرقه في البطوله كلها وانت مش كويس وعندك مشاكل وعندك اخطاء تخسر، واخد بالك ازاي. فيعني هي بتعتمد على حالتك انت. لازم برضو نتكلم ونقول ان منتخب مصر كان فيه مشاكل في التشكيل، مشاكل في طريقة اللعب، مشاكل في كمان التغييرات. هنتكلم طبعا بعد كده على الكلام ده كله. احنا يمكن يوم يعني انا بالنسبة لي الحلقة اللي فاتت او الاثنين اللي فاتوا واحنا بنحط التشكيل، قلت انا وجهة نظري فلان وفلان، لان فلان هيبقى عنده مشكلة في كذا كذا هنتكلم فيها يعني. بس زي بقول لك طبعا الدعم موجود، صحيح احنا صعبنا كلهم ولادنا يعني طبعا. ولكن انا اقصد ان يعني هنا حضرتك بتتكلم الناحية الفنية جوه الملعب طبعا. احنا يعني المشكله انت صعبت على نفسك القصه كانت ماشيه كويسه حقيقي. وانت كمان بدايتك في المباراه سيناريو رائع انك تنزل تجيب اقل من دقيقتين هدف، واخد بالك، ترفع المعنويات وفي نفس الوقت بتصدر ضغط على الفرقه صحيح اللي قدامك. صبري اللي كلام الكابتن حشيش بيقوله ده كلام رائع جدا. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم نقول ايه، لما نيجي حتى نتكلم عن النادي الاهلي او منتخب مصر حتى نقول يا رب نجيب جون بدري علشان نقدر، واضح ان احنا العكس صحيح. انه الجون البدري ده جه علينا فكينا.